كنتارو هاياما الموظف الناجح جدا في شركة الدعاية، وتقريبا هو رقم واحد بين كل الموظفين لان افكاره دايما جديدة وبتنجح. عشان كده تانابي زميله في الشغل دايما غيران منه ومن نجاحه. بعد اجتماع شغل ما بيخلص مديرهم قال له هو وتانابي وموظف كمان انا عايز اتعشى معاكم النهاردة عشان نتكلم في شغل مهم. في العشاء المدير قال لهم في اكبر شركة هدوم عايزانا نعمل دعاية، لو الصفقة دي زبطت معانا وكسبنا الشركة دي مستقبل شركتنا هيكون في مكان تاني خالص. الموظف الثالث قال للمدير انا محتاج ارجع للبيت عشان انا اللي عليا الدور اخد بالي من العيال النهارده. تنابي المطبلاتي كان عايز يسخن المدير عليه، بس هياما لم الليله وقال له المدير بتاعنا ما بيزعلش من الحاجات الصغيره دي. تنابي قال لهم الراجل مش المفروض اصلا ياخد باله من العيال، دي وظيفه الستات والرجاله وظيفتها انها تشتغل وتنجح في شغلها. المدير قال لهياما انت اللي هتشرح البرزنتيشن قدام شركه الهدوم، اتمنى انك تنجح وتقنع الشركه انها توقع العقد معانا. بعد المقابله ما خلصت هياما راح على بيت صاحبته اكي. الاخيره دي كانت كاتبه طموحه بتحاول تنجح في شغلها على قد ما تقدر عشان تبقى كاتبه مشهوره، ولانها غير مؤمنه بموضوع الحب والقصص دي، فعلاقتها بهياما مجرد صداقه يتخللها شويه دوجس بوجس. هياما وهو بيتفرج على التلفزيون شاف دكتور بيتكلم عن ظاهره حمل الرجاله وانها بقت منتشره في اليابان، فقال اكي انا مش متخيل بصراحه راجل شكله حامل، اكيد منظره هيكون بشع ومقزز جدا جدا جدا، دي فكره الخلفه والعيال نفسها فكره غبيه لانها بتعطل مسار الشغل، فتخيلي لو راجل نفسه هو اللي بيحمل اكيد حياته وشغله هيتدمروا. فاكي اتفت مع كلامه لان هي كمان بتشوف ان الجواز والخلفه تجربه فاشله. تاني يوم في الشغل هياما بدع في عرضه لفكره الاعلان وقدر يقنع شركه الهدوم بانهم يوقعوا مع شركتهم. زمايله احتفلوا بنجاحه وبيت ميلاده، وهو اول ما شاف التورته افتكر والدته لما كانت بتعمل له عيد الميلاد على حته جاتوه، وده لانهم كانوا فقراء وما كانش في اب يصرف عليهم. امه اتصلت بيه عشان تعايده فقال لها ما تيجي تعيشي معايا. امه قالت له انا مش عايزه اكون عبء على ابني، انا بشتغل وبصرف على نفسي ومش عايزه حاجه غير انك تكون بخير وخلاص يا ابني. المهم ان هياما تاني يوم في الاجتماع كان تعبان ومش مركز خالص، وبعد ما لقى نفسه دايخ وبيرجع قرر انه يروح للمستشفى. الممرضه قالت له انا محتاجه منك توقع على الاستمارات دي وتيجي معايا للدكتور. هياما بيتصدم اول ما بيشوف الدكتور لانه هو اللي كان بيتكلم عن ظاهره حمل الرجاله. الصدمه الكبرى ان هياما طلع حامل في الاسبوع التاسع. ولو خايف على نفسك من الحمل عزيزي المشاهد ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه، وكالعاده كلمه السر توجس بوجس. لما الدكتور بيقول له البيبي اهو، هياما قال له بيبي ايه؟ انت اكيد بتهزر معايا. الدكتور قال له ايه الجنين اهو انت حامل. فهياما سابه ومشى وهو مصدوم. طلع من عنده على الصيدليه اشترى جهاز كشف الحمل، ولكن على عكس ما تمناه كلام الدكتور طلع حقيقي والنتيجه ايجابيه. بدات تظهر عليه علامات محرجه قدام زمايله في الشغل، والعلامات دي لما عمل سيرش عنها لقاها بتحصل للام وهي حامل، فراح للدكتور وقال له انا عايز انزل الجنين ده. الدكتور قال له فحوصات لازم تتعمل قبل العمليه، وقرب ميعاد العمليه مش هيكون قبل الخميس الجاي. هياما قال له احجز لي الخميس الجاي. فالدكتور قال له تمام، بس دي ورقه تعليمات لازم تقرا كويس، وده اقرار باخلاء مسؤوليه لازم توقع عليه انت وشركتك في الموضوع ده. هياما قال له بس انا ما اعرفش هي مين. فالدكتور قال له حلها بسيط جدا، انت حامل في 10 اسابيع تقريبا، اللي انت كنت معاه في الفتره دي هي شركتك اللي انت محتاج توقيعها. هياما لما بص على الفتره دي لقى انه كان مع اكي. الاخيره في الوقت ده كانت عند الدكتوره بتكشف. الدكتوره قالت لها ان عندها شبه الياف في الرحم، ولو ما اتعالجتش ممكن بمرور الوقت تفقد الامل في انها تخلف، ولانها مضغوطه من الشغل ومن الخبر الوحش ده. لما هياما بعت لها انه عايز يقابلها قالت له انها مش فاضيه. مواقف محرجه اكتر واكتر لهياما، والمدير بيشوفه وهو بيتفرج على حاجات تخص الحمل. فالمدير حسب موقفه قال له انا عايز اكلمك النهارده في الساونا. المدير وهما في الساونا قال له انت ايه اللي بيحصل معاك؟ مستواك في الشغل بقى في النازل وطول الوقت تعبان، انا اخترتك انت عن تنابي فما تحرجنيش قدام الموظفين. هياما توتر من كلامه وسابه مشى. طلع على بيت اكي وهو تعبان وقال لها انا حامل يا اكي. الاخيره قالت له حامل ازاي يعني؟ انت قصدك زي الرجاله اللي بتحمل؟ فهياما قال لها ايوه. قالت له انت بتقابل بنات تانيين ازاي عرفت انه ابني انا؟ هياما قال لها انا شفت المواعيد بتاعتي والحمل حصل وانا معاكي انت. قبل ما يديها الورقه عشان توقعها بهدلوا الدنيا ترجيع والورقه باظت وما بقتش تنفع. تاني يوم اكي حكت لصاحبتها اللي حصل وان هياما عايز ينزل الجنين، فصاحبتها قالت لها لو عايزه الصراحه فانا اتمنى يكون عندي واحد زي هياما ده، مين تلاقي واحد يحمل بدلها ويتحمل كل الالم ده وتستغنى عنه. لما راح تقابل هياما بعدها قال لها انا اسف على اللي حصل امبارح، انا جبت لك ورقه جديده عشان توقعيها. اكي اترددت توقع وقالت له الحمل ده معجزه يا هياما. فالاخير قال لها معجزه للي عايزين اطفال مش احنا. اكي قالت له حملك ده معجزه هتخليني اخلف من غير مولد، وكمان ممكن تفتح لك ابواب شغل اكبر في مجال شغلك. هياما قال لها انت بتتكلمي لمصلحتك لكن انا شغلي بدا يتدمر بسبب الحمل ده. خلاها توقع الورقه وراح لشغله، اللي اكتشف هناك انه اتاخر عن اجتماع مهم وتنابي اخذ مكانه في دعايه شركه الهدوم. وتنابي قال له رتب الاوراق دي واقراهم عشان تعرف احنا وصلنا لايه. معامله هياما في الشغل بدات تبقى على اساس انه
موظف عادي جدا يشيل الكراتين مع الموظفات ويعمل شغل اللي ما كانش بيعمله قبل كده. تنابي لما شافه بيشيل الكراتين قال له انا بعت لك ايميل بشغل تعمله، سيب اللي في ايدك واعمله والا المدير هيعاقبنا. هياما قد من اللي بيحصل فاتصل بالدكتور وحجز العمليه بعد اسبوع، وراح طالب من المدير اجازه اسبوع بحجه ان والدته هتعمل عمليه. المدير بكل استحقار قال له عادي خد الاجازه، اللي انت بتعمله اي حد ممكن يعمله عادي يعني، وهو بيعمل الفحوصات المطلوبه قبل العمليه قبل ما ياجي اللي اتفاجئ ان هو كمان حامل. فخرجوا مع بعض وفضلوا يتكلموا عن الموضوع. ما ياجي لما قال له هو انت جبت هدوم للبيبي ولا لسه؟ فهياما قال له انا اصلا مش هحتفظ بيه. هنا ما ياجي اتصدم من كلامه لان ما ياجي عايز يخلف الجنين عادي، وقال لهياما انا في الاول فكرت زيك كده وكنت معروف من نفسي، لكن مراتي حملت مره واحده وما بقاش ينفع تحمل تاني، وفكرت ان الجنين اللي في بطني ده هو معجزه ما ينفعش اتخلص منها. ما ياجي شرب كتير. فهياما وصلوا البيت واتعرف على مراته وابنه. الواد الصغير قال له هو انت هتولد امتى؟ انا بابا هيولد في اول شهر 9. فهياما اتحرج وما عرفش يرد عليه. تاني يوم في الشغل وهم بيكيسوا هدايا للموظفين قالوا للموظفه الكبيره اللي معاهم انهم رايحين الاجتماع، قالت لهم مش المفروض ان تنابي هو اللي ماسك الدعايه دلوقتي؟ الموظفه الثانيه قالت لها لا الاجتماع لازم يحضروا حتى الموظفين الصغيرين. فقالت والله وامتك؟ قالت يا هياما وبقيت من الموظفين الصغيرين. افكار تنابي كانت كلها قديمه ومبتذله ومعجبت شركه الهدوم. واحده من اداره الشركه قالت لها هياما انت اللي اقنعتنا في الاول بالتوقيع معاكم، ايه رايك في الافكار دي وهل عندك افكار ثانيه احسن ولا لا؟ هياما قعد ساكت شويه وفكر في كل الاهانات والتقليل اللي حصل له في الشركه بعد حمله، وراح قال لها ايه رايكم لو خلينا من ضمن العارضين راجل حامل؟ فقالوا هما فين اصلا؟ احنا بنسمع عنهم لكن عمرنا ما شفنا حد منهم، وحتى لو في اكيد مش هيخاطر بشكله ويطلع يتصور في الاعلانات. فقال لهم انا مستعد اطلع في الاعلانات عادي جدا، وراح موريهم صوره الجنين اللي في بطنه عشان يصدقوا انه حامل. وبالفعل الشركه عجبتها الفكره واعتمدت كلام هياما. بالليل قال لاكي انه هيحتفظ بالجنين وهيربيه لوحده عشان ما يزعجهاش، فقلت له لا انا هربيه معاك لكن مش هنتجوز وخلينا نفكر في الموضوع ده بعدين. بلغ ماياجي خبر انه هيحتفظ بالجنين وماياجي فرح جدا وقال له كده انا وانت هنكون مع بعض وهنولد في نفس الفتره. لما اتصل بامه قال لها على الخبر، قالت له انت لازم تنزل اللي في بطنك ده، انت ما تعرفش حاجه عن صعوبه الحمل والولاده. فهياما قفل في وشها وبيروح لجلسه التصوير وصورته بتلفت انتباه الناس كلها لما الاعلان اتعلق، وبيبقى هياما ترند وكل الناس بتتكلم عنه وعن صوره الاعلان بتاعته. سوشيال ميديا واخبار والدنيا كلها مقلوبه لانه اول راجل حامل يطلع ويتصور. ما ياجي قال له لولاك انت انا كان زماني لحد دلوقتي لسه مستخبي ومش لاقي اي حد اتكلم معاه. من هنا هياما جات له فكره انهم يعملوا موقع للرجاله الحوامل عشان يتكلموا مع بعض حبه كلام زي الفل ويتشاوروا في اللي هم بيحسوا بيه. اخت اكي اتصلت بيها وعزمتها على الفرح وقالت لها انا عارفه ان في مشاكل بينك وبين بابا لكن انت لازم تحضري فرحي. اكي قفلت معاها وراحت تقابل واحد كان معاها في المدرسه زمان. الشخص ده لما عرف منها انها على علاقه بكنتارو هياما الراجل الحامل المشهور قال لها طب ما تستغلي الموضوع وتكتبي مقالات عن شعورك. فاكي قالت له وفر افكارك لنفسك انا مش هتاجر باسرار حياتي عشان اوصل لشيء تافه. امه لما شافت الاخبار راحت له البيت وقالت له انت ازاي تستخدم اسمك الحقيقي؟ الشيء ده اكيد هيزعل عيلتك. فقال لها عيلتي مين يا ماما؟ ابويا مات من وانا صغير ومعرفش اي حاجه عن اهله. وبعدها قال لها هو ابويا كان ازاي يا ماما؟ انا عايز اعرف الاب الكويس المفروض يتعامل مع ابنه ازاي؟ فامه قالت له ابوه كان شخص كويس جدا لكن كان واضح انها مخبيه حاجه في كلامها. هياما طلع في لقاء تلفزيوني وقال انه عامل موقع مجاني لرجال الحوامل وبقى في اكتر من 10,000 عضو بيساعدوا بعض وبيتكلموا كل يوم. في يوم وهو بيتمشى مع ماياجي جات لهم رساله على الموقع من شخص بيطالب بانهم يتقابلوا في الحقيقه، وبالفعل ده حصل وجا رجاله حوامل اكتر من العدد اللي كانوا متوقعينه. هياما لما قال لاكي انه مستغرب انها بتقول انها تربي مع الطفل من غير ما تجوزه، قالت له ما فيش حاجه اغرب من انك حامل يا هياما، وبعدين احنا علاقتنا ببعض عمرها ما تخطط اطار الدوجوس بوجوس، وكل واحد فينا عنده حياته وشغله بعيد عن التاني. وهم ماشيين مرات ماياجي بتتصل وبيروح لها المستشفى، وهناك بيعرف ان ماياجي خسر الجنين اللي في بطنه، لكنها مش عارفه ازاي هتقول له كده، وغالبا هي مش هتقول له وهتسيبه فاكر انه لسه حامل. وقالت لهياما ان في جزء جواها مرتاح ان الطفل مش هيتولد لان ابنهم بيعاني في المدرسه بسبب الموضوع ده، وهي كمان بتعاني من معامله الناس بسبب ان جوزها حامل. هو واكي بعد ما خرجوا من المستشفى اختلفوا مع بعض في النقاش، لان هياما شايف ان العيله بتحمي بعضها وان الاب والام مع بعض يقدروا يحموا عياله من اي حاجه، بينما اكي شايفه ان فكره العيله دي مجرد كذبه وانها شيء مش مهم اصلا وكل واحد لازم يحمي نفسه بنفسه. فهياما قال لها انا وانتي مختلفين مع بعض وانا مش محتاج لك عشان اربي ابني. اكي لما وصلت لفرع اختها وما استقبلتها وقالت لها ما تتخانقيش مع ابوكي قدام الناس وسيبيه يقول اللي هو عايزه خلاص. ابوها اول ما شافها استلمها عشان اتاخرت على الفرح، ولا اختك الصغيره اتجوزك وانت لسه مش عارفه تلاقي عريس يلمك. على الجانب الثاني هياما هرمونات الحمل اشتغلت عنده وراح مقدم استقالته للمدير. فالاخير قال له بس انت كده هتخسرنا العقد مع الشركه وشغلنا كله هيبوظ. اداره شركتهم واداره شركه الهدوم اجتمعوا مع هياما عشان يقنعوه يتراجع عن فكره الاستقاله.
وتضح في النهاية إنها مجرد هرمونات، وهيا ما كان محتاج شوية طبطبة خلاص يعني. ثاني يوم الفرح أكيد كانت خارجة تقابلنا زمايلها، فأبوها قال لها أنتي عديتي 30 سنة خلاص ولازم تفكك من حياة العار اللي أنتي فيها دي وتتجوزي. فأكي راحت سايبها وماشية عشان ما تتخانقش معاها. ولما رجعت من برا وأهلها بيتعشوا قالت لأبوها أنا مرتبطة بواحد أعرفه وفي حمل في الموضوع. أبوها قال لها إزاي تكوني حامل من غير ما تعرفينا؟ فأكي قالت له مش أنا الحامل، هو الحامل يا بابا، كنتارو هياما الراجل الحامل المشهور هو حبيبي. أبوها قال لها مفيش راجل يبقى حامل لأن ده مستحيل يحصل. أكي قالت له ده حصل ولو أنت مش هتتقبل الموضوع، أنا هرجع لطوكيو تاني وهعيش هناك من غير ما أرجع هنا تاني. اتصلت بهياما وقالت له أنا عايزة أربي معك البيبي، خلينا واحدة واحدة ناخد علاقتنا لمسار جديد ونشوف إيه اللي هيحصل معانا. هياما راح أخدها التاكسي من المحطة وشكرها إنها تكون معاه لأنه مش حاسس إنه هيقدر على الموضوع ده لوحده. لما وصل قدام بيته ظهر شخص قال له ما تقابلناش من سنين لكن تعرف. الأخير لما قال له أنت مين؟ اتصدم بأن الشخص ده بيقول له أنا أبوك. هياما قال له أنت بتقول إيه؟ فالشخص ده قال له في ودنه أنا أبقى أمك برضه. هياما اتصل بأمه عشان تيجي تشوف الشخص اللي بيقول إن أبوه ده، فأمه أول ما شافته ضربته على وشه وقالت له مش أنا قلت لك إياك تدخل في حياته يا مختل أنت؟ وقالت له هياما الوغد ده تخلى عنك وهرب من وأنت صغير وملوش أي حق يظهر في حياتك دلوقتي. هياما بعدها وهو بيفتش في هدوم أبوه قبل ما يغسلها لا محتفظ بصورة من يوم الولادة، وبرضه أبوه هو اللي كان حامل فيه مش أمه، وتأكد من ده لما شاف أثر عملية قيصرية على بطن أبوه. الأخير بعد ما شاف الموقع اللي عمله هياما قال له أنا عندي فكرة مشروع تفيد الرجالة الحوامل ولازم ننفذه مع بعض. تاني يوم بتحصل مشكلة بين أبوه أكي، فالأخيرة خرجت وهي متضايقة وقالت له أنت عايز من فينا يكون معاك وقت الولادة؟ قال لها هو كان حامل قبل كده وخلف وأكيد عنده خبرة ويقدر يساعدني. أكي قالت له خليه ينفعك بقى، وراحت سايبه وماشية. أمه لما عرفت منه موضوع المشروع اللي أبوه قال عليه قالت له إياك تثق في الشخص ده لأنه محتل ونصاب وعمره ما ظهر غير عشان مصلحته. لما هياما طلب منها تحكي له اللي حصل مع أبوه قالت له وقتها كان موضوع حمل الرجالة حاجة نادرة وهو كان خايف لا يتفضح والناس تعمله وحش، ولكن بعد ولادتك الموضوع انتشر وهو هرب وسابني أربيك لوحدي. هياما قال لها ما دورتيش عليه بعدها؟ أمه قالت له هو اللي رجع بعد كام سنة عشان محتاج الفلوس وهرب تاني. إياك تنسى اللي عمله فينا يا هياما وتصدق المحتل ده في أي حاجة يقولها. مشى من عندها لقى أبوه مجتمع بمجموعة من الناس اللي على الموقع بتاعه وبيتناقش معاهم في المشروع بتاعه وكمان أقنعهم يجمعوا فلوس عشان ينفذوا المشروع في أقرب وقت ممكن. صديق أكي لما عرف إنها مترددة في علاقتها بهياما قال لها طب ما تسافري معايا لسنغافورة تشتغلي في الشركة بتاعتي هناك سنتين، هتحققي فيهم اللي أنت عاوزاه وتبعدي عن الشغل اللي حاسة إنك مجبر عليه. أكي فرحت بالعرض ده وكلمت هياما بلغته بالخبر. هياما قال لها ولما أنت تسافري مين هيربي معايا الطفل لما أكون في الشغل بتاعي؟ أكي قالت له أنا هفكر في الموضوع. بيصحى تاني يوم على خبر منيل بستين نيلة، بوستات كتير بتهاجمه وتقول إنه نصاب وده لأن أبوه طلع نصاب واخد الفلوس اللي عمل بيها المشروع وخلع، وهم افتكروا إن هياما شريكه في النصبايا. ماياجي اتصل بهياما وقال له أنا قريب من بيتك فقول لي لو محتاج لحاجة. هياما قال له على الطلبات واعتذر له إنه ما كانش بيسأل عنه طول الفترة اللي فاتت. أمه لما عرفت اللي حصل قالت له أنا حذرتك من الثقة في الشخص ده، أنا كنت عارفة إنه راجع لسبب وهيرب تاني، هو أكيد زي عادته أخد الفلوس عشان يلعب بيها قمار. ولما هياما قرر يروح يدور عليه أكيد قالت له أنت هتدخل في مشاكل أكبر بسبب الشخص ده، وبعدين البهدلة دي غلط عليك في الوقت ده من الحمل. هياما قال لها الشخص اللي أنت بتتكلمي عنه ده يبقى أبويا وأنا اللي حامل مش أنت، فما تشغليش دماغك بحاجة ما تخصكيش. أمه اعتذرت لها عن كلام ابنها وقالت لها أنا كمان عانيت من نفس الكلام ده ولأني مش أنا الطرف اللي هيولد، كنت دايما مضغوطة من فكرة يوم الولادة وإني لازم أدي دور الأم أكتر من أي ست تانية عشان الطفل يحس إني فعلا أمه. بعد ما أمه مشيت وصلت رسالة من صديقها بيطلب منها إنها تقول هتسافر معاه ولا لأ قبل نهاية الأسبوع. هياما لما وصل لمكان أبوه قال له أنت هربت تاني ليه؟ هي دي الحياة اللي أنت عايزها يعني؟ فأبوه قال له أنا عانيت بما فيه الكفاية لما كنت عامل فيك لأن الناس وقتها ما كانتش بالانفتاح بتاع دلوقتي ومحدش تقبلني وكانوا بيؤذوني فما كانش قدامي غير الهروب وأعتقد إني تعودت على كده خلاص. وراح مدي هياما ظرف وقال له دي الفلوس اللي جمعتها من الناس، وقبل ما هياما يمشي قال له أنا اخترت إن دي تكون حياتي وأنت لازم تختار الحياة اللي تناسب طبيعتك أنت من غير ما تخلي حد يتحكم فيك ولا يفرض عليك حياة أنت مش عايزها. لما رجع للبيت أكي قالت له إنها مش عارفة إزاي هتتعامل مع البيبي وتحسسه إنها أمه وإنها بتفكر توافق على الشغل في سنغافورة وتبعت له مصاريف البيبي من هناك. شركة الهدوم كانت عايزة تلغي التعاقد بسبب الحوار اللي عمله أبا هياما. مدير الشركة قال لهم إن هياما مختلف عن أبوه وشخصيته مختلفة، فقرروا إنهم يعملوا مؤتمر صحفي لهياما يشرح فيه اللي حصل بالظبط عشان يحسن صورته وصورة الشركة. أكي كلمته من المطار قبل المؤتمر الصحفي عشان تطمن عليه. هياما قال في المؤتمر إنه ما كانش يعرف إن أبوه حي أصلا وإنه رجع الفلوس واللي حصل كان مشكلة وعدت، ولما الصحفيين تحملوا عليه دافع عن أبوه وقال لهم إذا كان دلوقتي في عصر الانفتاح الناس بتبص لي بصات مقرفة فأنا مش متخيل الأذى اللي مر بيه والدي لما كان حامل في بيئة أصعب من دلوقتي، الناس مش ملك مزاجكم تسموهم زي ما أنتم عايزين، كلنا بنمر بمواقف وحشة بتأثر علينا مهما حاولنا نكون على طبيعتنا. وهو خارج من المؤتمر
القمر وقع وأكي شافته وهي في المطار، فاعتذرت من صدقها ورجعت جري لها. ياما أمه وأبوه راحوا للمستشفى عشان يكونوا مع ابنهم هو بيولد، وهو في العمليات أبوه اعتذر لوالدته عن كل الفترة اللي هرب فيها وسابهم لوحدهم. بعد شوية وصلت أكي عشان تكون معاهم، وأبوها ياما اعتذر لها هي كمان عن المشكلة اللي عملها من فترة. الممرضة جت بشرت أكي بإن العملية نجحت والطفل وأبوه في حالة كويسة، وتلمت عيلته عليه وهو ما شاء الله شايل ابنه، وأبوه قال لأكي تضم عليهم عشان يصوروا مع بعض. هنا أبوه افتكر يوم ولادته هو لما تصوروا مع بعض. مرت الأيام وهم بيعانوا وبيعيشوا الأيام مع بعض، لحد ما في يوم هياما قال لأكي أنا هودي الولد لأمي تاخد بالها منه، وهنخرج أنا وإنتي نتعشى مع بعض النهاردة. وهم بيتعشوا أكي قالت له أنا المفروض أرد على شركة في سنغافورة، وبصراحة أنا خايفة أروح، وقررت أقعد هنا عشان أكون معاك نربي الطفل مع بعض. هياما رفض كلامه وقال لها مفيش حد فينا هيضحي بحاجة، روحي وخدي التجربة اللي أنت عايزاها، وأنا هاخد بالي من ابني بمساعدة أمي، وفي نفس الوقت هتابع شغلي والمشروع الجديد اللي هنعمله للرجال الحوامل. لما رجعوا للبيت وقال لها إن المدير بتاعه بعت له عشان يمسك دعاية إعلانية تاني، قالت له أنت ما بتفكرش تسيب الشركة المنافقة دي ليه؟ هياما قال لها في الفترة الحالية ما ينفعش أعمل كده، أنا هاخد أجازة طويلة أربي فيها الولد، وبعد كده هبقى أرجع أساومهم على إني أشتغل عدد ساعات أقل، وبكده أكون واجهت إنفاقهم بالطريقة الأمثل وأستغل حاجتهم ليا. وبينتهي المسلسل بهياما ومع ابنه في القطر، وبتشوف واحدة بتقوم بكل أخلاق ومكارم تقعد راجل حامل مكانها، وبتكلم معها بشكل لطيف وهي بتسأله عن حمله وبتطمن على وضعه. بصراحة أنا في سؤال هاكل دماغي، هو لو فعلا الرجالة تحمل الجنين هيعيش فين طالما مفيش رحم عند الرجالة في الطحال مثلا؟ ولو افترضنا إن ده هيحصل هيولد إزاي؟ نتفليكس وصانع المسلسل كانوا مسهلين الموضوع كأنه قلي بطاطس، وبيتعاملوا مع الموضوع كأنه شيء عادي جدا، والمفروض إن المفرج قشطة يمشي معهم على نفس خط السير، وأنت لا عارف الجنين ده فين ودخل جوه إزاي. وبعدين واحد اسمه هياما لازم يحمل، من قلة الأسامي يعني رايحين يسموها هياما؟ ده لو الحوار ده حصل فعلا إحنا هنتنفخ يا رجالة. لا حرفيا هنتنفخ. لو الحتة الهندي جدا 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 إن هياما بيكتشف في الآخر إن حتى أبوه كان حامل فيه. الله، هو إيه البلد اللي ما فيهاش ستات بتحمل دي؟ طبعا كل الستات اللي شافت الفيلم ده كلهم بيتمنوا إن الموضوع ده يحصل فعلا، وبيحلموا إن أجوازهم هما اللي يحملوا مكانهم وهم ينتخوا من غير تعب ولا حاجة. ولكن أحب أقول لكم إن ده مش هيحصل نهائي أعزائي المشاهدين. ولحد هنا يكون انتهى ملخص النهاردة. كان معكم زي محملة لا لا استحالة نسمح بحمل الرجالة، أخوكم محمد الشامي من قناتكم بيت التنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.